تعرض لأداء القوانين الدولية في الدول العربية وتحلل مدى انسجامها مع المعايير والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والتوصيات العامة للجنة الأمم المتحدة حول القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة والمعايير الدولية الخاصة باتفاقيات منظمة العمل الدولية، والهدف تبيان الفجوات في التشريعات وتشجيع الدول على تعديلها بما ينسجم والالتزامات الدولية ويدعم تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة. وتأتي الأداة على شكل جدول توصيفي وخارطة يقدمان موجزاً للأطر القانونية للبلدان العربية ويحددان بصرياً مدى انسجامها مع أسس المساواة باستخدام نظام بسيط من 4 ألوان.